متثاقلا يعود رب الأسرة هذا أدراجه بعد جولة بحث فاشلة عن عمل يومي ليعيل عائلته التي تنتظره داخل محل تجاري تنعدم فيه شروط عيش البشر، اضطرت إلى السكن فيه بسبب ظروفها القاهرة. معلك في السكنة نحاوني بسبب خدمت 7 أشهر ولا 8 في اللواء شالدية شركة أجنبية، المهم نحاو كعبات معايا وقلبوهم وانا ما قلبونيش، راني طايش فيها كاف تحت الارض عايش مع الفيران والميديتي والدراري ديما في السبيطار بلا مرا بالدراري، المهم عجبهم الموت بركة الروح ما طلعتش. السخانة السخانة فوق ما تصور، والوشواشة ما عندناش باش نشريو كليماتيزير، ما عندناش باش نشريو رياشة، الراجل لو تشوف فيه بطال ما يخدمش، زادو نحاولنا من السكنة، الناس تحسن علينا دركا، واش راح نقولوا؟ أولينا ربي سبحانه. تبكي ربة العائلة مرة من مرضها، ومرة من الظروف التي تعيشها عائلتها، ومرة أخرى من ضحك البعض على أبنائها. السكنة نجريو على جالهم، هما يعيشوا متهنيين كيما الناس، عندهم دار كيما الناس، عندهم باب، عندهم طاقة، ما يضحكوش عليه من الناس. أنا ولدي ضحكوا علي وجاني يبكي، هو يبكي وأنا نبكي. قلت لك جات عندي ما نبغلش ولدي، بصح الله صغير بعقد الجهد، ما باكا تشوف فيه ما عندوش، والناس كتر خيرهم ما يحسنوا علينا ويكريونا، كسوة العيد كساو لي الناس. حتى باش نداوي روحي ما نقدرش. أن تعيش الفقر فتلك معاناة، وأن تعيش معه في مكان كهذا فتلك معاناة مضاعفة، هو واقع فرضته ظروف كثيرة وجب تغييره قبل فوات الأوان.